أعزائي مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، صباح الخير وأهلا بكم جميعا. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا في فقرة التوعية المرورية، وحديثنا اليوم راح تكون عن بدء العام الدراسي الجديد وما يجب على الآباء والأمهات تعليمها لأطفالهم لضمان سلامة انتقالهم المدرسي. فمع الأسف الشديد في كل عام ومع بدء العام الدراسي الجديد تزداد حالات حوادث الدهس بين الأطفال الصغار، وكما تزداد حالات سقوط الأطفال من الحافلات المدرسية. لذا نرى أنه من الأهمية أن نقدم بعض النصائح للآباء والأمهات بغية الحفاظ على حياة أبنائهم. والنصيحة الأولى التي نقدمها هي ضرورة قيام الآباء والأمهات بإفهام أطفالهم الصغار، خاصة الأطفال في الصفوف التمهيدية الأولى ورياض الأطفال، بأن الشوارع والطرق الرئيسية هي ليست أماكن للعب واللهو، بل هي أماكن خطرة ويجب التعامل معها بالعقل والحذر الشديدين. فالأطفال الصغار بطبيعتهم لا يدركون المخاطر ولا يعرفون كيف يتعاملوا معها، وذلك بسبب عدم اكتمال نموهم العقلي، وهذا النقص في الإدراك العقلي قد تؤدي إلى الإضرار بهم، إذ لم يقدم الوالدين الدعم الكافي لهم بإفهامهم بكيفية التعامل مع الطرق، خاصة أثناء اللعب. فاللعب بالنسبة للأطفال هو أكثر من نصف عالمهم، وهو الشيء الوحيد الذي يحتل مجرى اهتمامهم بعد الأكل والشرب. لذا لا يتردد الأطفال في اللعب في أي مكان يرونه هم مناسبا، دون الحساب للمخاطر أو النتائج المنطوية على هذه اللعبة. وما تزيد هذه الحالة خطورة هو تجمع الأطفال معا بأعداد كثيرة مع بدء العام الدراسي الجديد، فالتجمع قد تزيد من عفويتهم وتزيد من حافز اللعب لديهم. إذا جمعنا عدة ظروف كلها مهيئة لوقوع حادث مروري: عدم اكتمال القدرات العقلية، الاندفاع، حب اللعب، ووجود حافز آخر تزيد من رغبة اللعب وهو التجمع. وعندما تتجمع كل هذه الظروف معا لا يستبعد وقوع حادثة كهذه. تعويد الأطفال لاحترام قواعد المرور والعمل بها هي النصيحة الثانية التي يجب على الآباء والأمهات تقديمها لأطفالهم الصغار. فيجب على الوالدين تعليم طفلهم الصغير الذي يدخل المدرسة كيف يعبر الشارع ومتى يعبر الشارع وأين يعبر الشارع وكيف يركب باص المدرسة وكيف ينزل منه ومتى ينزل منه، وعند نزوله من الباص كيف يمشي على الرصيف لوصوله إلى بيته سالما. وهذه النصائح يجب أن لا تقتصر على الكلام فقط، بل يجب أن يقوم الوالدين بتدريب أبنائهم الصغار على هذه الأشياء بشكل عملي براكتيكي يعني. فليس هناك عيب أن يقوم الأب أو أن تقوم الأم بنفسها بتعليم طفلها هذه المبادئ، بل العيب هو الحكز. وتدريب الأطفال على هذه المبادئ التي تكلمنا عنه قد لا تأخذ الوقت الكثير، لأن الأطفال بطبيعتهم فهمهم أسرع من الكبار في بعض المهارات، ويبقى آثار هذا التعلم مدة طويلة أو مدى الحياة في مخيلتهم أو ذاكرتهم. والأب أو الأم التي تهمل أطفالها الصغار ولا تنصحهم ولا تعلمهم يجب أن لا تلوم أحدا عندما يقع أحد أطفالها ضحية لحادث سير بسبب جهله بقواعد سلامة المرورية، بل يجب أن تلوم نفسها، لأن طفلها الصغير قبل الحادث وبسبب جهله بكيفية عبور الشارع من الممكن أن يكون قد تصرف هكذا. إمساك الأطفال بأيدي الكبار عند عبور الشوارع، خاصة في بداية حياتهم وبداية تعاملهم مع الطرق والشوارع، هي ضرورة ملحة، ويجب على الآباء عدم إهمال هذه الضرورة، وذلك لأن الأطفال بطبيعتهم اندفاعيين وسلوكهم غير مسبوق بالتفكير وباحتساب المخاطر المنطوية على تصرفاتهم، وأحيانا يكون سلوكهم بعيدا عن العقلانية أيضا. وإمساك الآباء بأيدي الأطفال عند عبور الشوارع تضع حدا لهذه اللاعقلانية وهذا الاندفاع، وتبقيهم بعيدين عن منطقة الخطر والوقوع كضحايا لحوادث مرورية. والأب أو الأم التي تهمل هذه النصيحة ولا تعمل بها يجب أن تنتظر وقوع أبنائها في أي لحظة في حادثة كهذه.
الحادثة، أم ومعها 4 أطفال صغار يعبرون الشارع وفي منطقة خط عبور المشاة، وعند وصولهم إلى الجزرة الوسطية الفاصلة بين الشارعين توقفوا لحين تهيئ الفرصة المناسبة للعبور. وفي هذه الأثناء أهملت الأم الإمساك بأيدي 2 من أطفالها ولم تعلمهم أنهم أثناء العبور يجب أن يمسكوا بأيديهم مع بعض ويمسكوا بأيدي أمهم أو أيدي أحد الكبار، ولهذا 2 من الأطفال لم ينتظروا الفرصة المناسبة وعبروا مهرولين، وفي النتيجة دهسوا تحت عجلات سيارة مسرعة وفقدوا حياتهم مع الأسف. ولا أظن أن أحدكم يريد أن يكون مصير ابنه أو فلذة كبده بهذه النهاية المأساوية. إذن اسمعوا النصيحة واعملوا بها، وكفانا الله شر حادثة كهذه أو أي حوادث أخرى، آمين يا رب العالمين. هذا كل ما في جعبتنا للحديث عنها في هذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي وأمنياتي بالسلامة للجميع إن شاء الله، وشكرا.